السلام عليكم، كي دايرين؟ اخباركم؟ كنتمنى تكونوا في احوال في احسن الاحوال ان شاء الله، وتكونوا بخير وعلى خير، ويكون دخل عليكم هذا رمضان وانتم مرتاحين ان شاء الله. اليوم بغيت نقدم لكم هذا الوصفه ديال الخبيزات صغارين مشكلين، كاين بزريعة الكتان، كاين بالزنجلان، كاين بالشوفان. انتم تقدروا تكتفيوا غير بشكل واحد، او ديروا السميده، ولا ديروا اللي بغيتوا انتم، اللي عندكم موجود وصافي. يلا نمشيو الوصفة على بركة الله، ما نطولش عليكم. بسم الله، ندوزو المقادير. يلا ما عرفاش كيبان ولا لا. اليوم غندير لكم واحد الخبيزات كيجيو رطبين، وتقدروا نتوما تعمروهم باش ما بغيتو، ولا تاكلوهم غير هكاك، راه كيجيو رطبين وكيجيو زوينين الا تبعتو هاد المراحل وتكونوا بشويه عليكم. يلا بسم الله على بركه الله. عندي جوج معالق ديال الزبده، عندي جوج معالق ديال الحليب غبره، معلقه ديال السنيده، شويه ديال الملحه، واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال العجن، هي كتشوفوا حدايا، والماء دافي، ما يكونش بارد وما يكونش سخون. بسم الله. ها هي الزبده، نيدو، سنيده، شويه ديال الملح، خميره معجونه، واحد تقريبا واحد معلقة هكاك صغيرة، هيا دابا غادي داك السنيدة كتجي مزيانة، كتركز لينا المذاق وكتساعد في اللون في التحمار وفي كلشي مزيانة. ديروها. عندي الما دافي، ممكن ديروهم حتى في السميدة الرقيقة، غير أنا ما كتعجبنيش السميدة الرقيقة، كتجي ناشفة بزاف. والملحه كاين اللي كيحطها في الاول، وكاين اللي كيدلك بها العجينه. نتوما ديروا العجينه ديالكم اللي كترتاحوا فيها. انا دخلت داك الزبده في الطحين، اللي عنده العجانه تكون احسن، حيت هذه كتبغي تكون مدلوكه مزيانه. صافي الماء، إلا عندكم كنعاودها، ما ديروا حتى السميدة راه كتجي مزيانة، كيجي بحال داك الخبز مشري. نمشي نخبزها، اللي ما عندوش الحليب ديال نيدو ممكن يعوضو بنص كاس ديال الحليب. شوفوا انا مقاد نعجنها ونجمعها ونرجع معكم ونوريكم القوام ديالها كيف غادي يكون في الدليك وداكشي، ونرجع معكم. هانتوما بعد ما عجنتها دلكتها واحد شي شويه، رانا باقا كندلك فيها، ما تكونش قاصحه، بهذه الطريقه اللي كتخبطوا بها فعلا هكا هي اللي مزيانه. انا سبق لي وقت القوم راه ما كنقدرش نعجن شي كميه كبيره، هنا مازال درت شويه الطحين زايد، ما كنقدرش نعجن شي كميه كبيره، عندي الدرع مشكت عليكم، مريضه من واحد يدي، هو راه مازال غيشرب شي شويه. حتى السميده راه كتشرب اكثر من فينو. صافي نغطيوها باش نقضي الشغل ديالنا.
مع البلاستيك نغوش نسقيها ماشي مشكل. ديرها بحال هكا صافي وخليها تخمر على خاطرنا مع دابا العواشر وداكشي حتى طيبوها على خاطرنا ونقضي الشغل ونرجعوا معاها نرجع معاكم صافي. انا رجعت معاكم بقى لي شويه ديال الوقت خرجت شويه ديال الدجاج اللي غادي ندير للعشاء الصحه ان شاء الله بقى لي شويه ديال الوقت. انا جبت اللي غنزين به زبيعه الكتان الزنجبيل شوفوا هادشي انا عندي ممكن تحتاجوا غير بحاجه وحده الا عندكم الزنجبيل نديروه الا عندكم اي حاجه عندكم من هادو ديرها ما عندكم حتى حاجه من هادو تكتفي غير بالطحين تكور وداك العجينه غير في الفرن وصافي. ولما انا باقي العجينه ديالي خاصها واحد شي شويه تخمر عندي شويه ديال الوقت بغيت نشارك معكم هاد الطريقه ديال السمن. انا من فقت الصباح غسلت الزبده هذه زبده بلديه غسلتها مزيان واللي درت فيها الملحه. انا ما كندير الزعتر ما كيبغيوش الدراري في المذاق ديال مثلا غندير كسكسو ولا غادي ندير الحريره ولا شي حاجه ما كيبغوش داك المذاق الزعتر كندير غير الملحه الطريقه هذه. درت الملحه انتما كما كتشوفوا درت الملحه في الصباح وغسلتها بعدا مزيان جوج مرات وليت عاودت الملحه وكنبقى ندخل فيها هاد الزبده هكا بحال هكا الزبده البلديه كندلكها. انا هاد الطريقه تعلمتها من مرات بابا الله يرحمها منطقه ديال الغرب كنت كدير بحال هكا وتعلمتها من عندها وتعلمت من عندها داك الحوايج البلديه من عندها من عائلتها. تحيه ليهم خاصه الناس ديال الباديه الناس منطقه ديال الغرب تحيه ليهم ومايا استفدنا منه وبقات في الذاكره ديالنا صافي. وكنخليها هكا حتى كتسقطر من الماء تماما وكنديرها في شي قرعه ديال الدجاج انتما كما كتشوفوا معايا كنديرها في شي قرعه ديال الدجاج وكنخليها في شي بلاصه مظلمه فيها الظلام وكنخليها. هادشي اللي كاين. انا غندوز معكم دابا الخبز هادشي بغيت نشاركو معكم وصافي انتما بعد ما خبرات خرجوا من هذا الهواء ندير كان شي حاجه من هذا انتما كنحيدوا من داك الهواء صافي. انا غادي نقسمها في النص بحال هكا. انا راه عجنت شويه العجينه بزايد بحال هكايا ما كديروا حتى داك شويه ديال الزيت راه ما كتبغي ما كتلصقش معاكم في هاد في الطابله انتما نحاولوا نجيبوهم قادين ان شاء الله. ديرهم على الشكل اللي بغيتو انتوما ديرهم على الشكل هكايا باريزيانات طوالين صغيرين او ديرهم مدورين خبيزات انتوما شوفو كيفاش كيجيو انا بقى نجمع العجينه بحال هكا نكورها ونرجع معاكم الطريقه عاوتاني باش ندير نكملو التزيين هانتوما. ها هو عندي الحليب عندي هادشي ديال الزين كيبقى لكم اختياري زينو باش ما بغيتو. بسم الله غندير هكا في الحليب هكا واخا طيح لكم كاع ما يبقى على حتى حاجه ومن بعد بحال هكا في الزنجبيل بحال هكا ومن بعد غنديرها في اللاطا نشوف حتى هاد الجهة هانتوما نرجع معاكم نعاود حدا أخرى نقص من هادي هي شوية كبيرة هانتوما نديرها هكا ومن بعد هنايا
في الزنجبيل. وانتم بحال هكا نديرها في الباطا، نديرها هنا عاوتاني، نحيد هاد الزنجبيل، ندير لكم الشوفان. هذا الشوفان عزيز عليا ماشي مشكل هكايا، هانتوما شوفو. كذلك وحدة أخرى نزيدها معاكم، إلا بان لكم وحدة كبيرة على الأخرى قدوهم. أنا مخدمش الميزان حيت غير للدار وصافي، معنديهمش معايا لشي بلاصة ولا هادي. أهي وحدة أخرى عاوتاني بالشوفان، راه كيجيو زوينين، هاد العجينة كتجي خفيفة. هانتوما نحيد هاد الزنجبيل، ندير معاكم هادي تزرعي كتان، نتوما اختاروا اللي بغيتو داك الساعد اللي عندكم موجود، واخا ديرو غير الفورس، واخا ديرو السميدة اللي عندكم، حيت هادو كلهم كيعجبوني انا غير الزنجبيل اللي ما كتبغيش بنتي. زرعت كتان راه رخيصه ما غالياش. هانتوما نزيد وحده اخرى، راه عارفين المزايا ديال زرع الكتان، كنقوم نرجعهم يخمروا. هانتوما هكايا صافي، نبقى حتى نكمل ونرجع معاكم عاوتاني. هانتوما انا درتهم في واحد الطاوه يبداو يخمروا، نجيبو هاد السيزواره هادي ولا شي مصحد، هادي ديال الخبز انا مخليها، وهكاك راه انا حرقتها، بركو فحال هكا. انا كتخلعني اصلا هاد الزيزوار، كنخاف منها. صافي بحال هكا، ونخليوها حتى تخمر. من غادي تخمر تعرفوها هاد الفليحات هادو شي شويه كيتهزو هكايا. صافي هادشي اللي كان، وغادي نرجع معكم ندخلها الفران ونشوفو من توجد ان شاء الله. وانتم كتشوفو معايا ها الوصفه، نهايه الوصفه كيف جات. هاد الخبيزات الصغارين بحال هكا راه كيجيو زوينين ورطبين، راه خصني حتى يبردو شي شويه باش كيلواو. وصافي هادشي اللي كاين، وبصحتكم وراحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في شي وصفه جديده. الى اللقاء.